12 او 14 لاعب، مدرب ومساعد مدرب او مساعدين اثنين بالاضافه للممرض وطبيب الفريق. طبعا غير هذول الناس ما لازم يكون في الملعب. اكيد في داخل الملعب في عندنا شيء اسمه مسمى رئيس الفريق. رئيس الفريق اللي هو الكابتن، هذا رئيس الفريق له مهام، مهام بتبدي قبل المباراه، وفي له مهام اثناء المباراه، وفي له مهام بعد المباراه. رئيس الفريق له مهام اثناء المباراه وقبل المباراه وبعد المباراه. شو المهام تبعاتها اللي قبل المباراه؟ هذا اللاعب مثل ما وريناه في المحاضره اللي كانت في الجامعه، كنا من حكم المباراه، الحكم الاول بوقف عند طاوله التسجيل وباشر اشاره، بحط ايده على الصدر بهذا الشكل، وهذه معناها استدعاء لرئيس الفريق. فبيستدعي رئيس الفريق الف، رئيس الفريق ب، رئيس فريق الخليل، ورئيس فريق رام الله، بكل تعال بيجيبهم عنده وبيعمل القرعه. فهذه من مهام رئيس الفريق اللي هو كابتن الفريق، انه يكون بتمثيل الفريق في القرعه. فهو اللي بيختار نبلش مرسلين ولا نبلش مستكبرين، واي جهه احنا بدنا نبلشها. وكل الخيارات لما الحكم يكون بعمليه القرعه، مجرد ما طلعت القرعه لطه، نسال طه شو بدك، بكل استقبال. اذا تلقائيا الفريق الثاني بصير شو؟ مرسل. ولما بدي اسال الفريق الثاني شو بدك، بقول له اي جهه يا كابتن انت بدك اياها. فالرئيس الفريق من مهمه قبل المباراه انه يكون بتمثيل الفريق في القرعه. هل كانت فرقه بين شغلتين، بين رئيس الفريق ورئيس الشوط؟ عشان ده بتش جبت لكم سؤال في الامتحان، قلت لكم رئيس الشوط يكون بتمثيل الفريق في القرعه، هاي خطا. اذا قالوا لي بيمثل الفريق في القرعه هو رئيس رئيس الفريق وليس رئيس الشوط. لما يطلع رئيس الفريق من الملعب ويتبدل، الحكم على طول بيطلب يا كابتن مين رئيس الفريق في الملعب، اما المدرب او رئيس الفريق هو اللي بيحدد رقم جديد. هذا بنسميه رئيس الشوط. لما يطلع رئيس الفريق برا بصير في رئيس شوط في الملعب. ايضا من مهامه قبل المباراه تعرف ورقه التسجيل يكتب عليها اسماء اللاعبين وارقامهم قبل المباراه. فرئيس الفريق بروح بوقع على ورقه التسجيل على اساس يأكد ان المعلومات الوارده في الورقه معلومات حقيقيه. يعني شو يعني معلومات حقيقيه؟ يعني اذا صار خطا ومثلا لاعب علاء تميمي مش مسجلينه، انو اللي بيتحمل مسؤوليته؟ الحكم ولا رئيس الفريق في هالحاله؟ حتى لو انا كحكم نسيت اسجله، انت كرئيس فريق، طبعا المدرب برضه بيوقع على التسجيل، اللي بيتحمل الخطا هذا هو المدرب ورئيس الفريق وليس الحكم. يعني إذا كان في لاعب مش مسجل في ورقة التسجيل، الذي يتحمل مسؤولية هذا اللاعب هو مدرب الفريق ورئيس الفريق، لأنه بوقع صدق المعلومات الموجودة. يعني أنت مش لما ينادوك يا علاء التميمي يقول لك تعال وقع الورقة، تقول والله أنا كبير بعوكة، لا، أنت بدك تروح تتأكد من المعلومات الموجودة، هل هي حقيقية ولا مش حقيقية؟ هل هي صادقة ولا مش صادقة؟ في خطأ ولا فيش خطأ؟ هذا دورك ككابتن فريق. الآن أثناء المباراة برضه بيمتد دوره، مش فقط قبل المباراة، هو أثناء المباراة بظل هو رئيس الشوط طالما هو موجود في الملعب. هو رئيس الفريق ورئيس الشوط. دكتور واحد، طب ليش مش زي في كرة القدم إنه في يعني مشرف فريق وهو الأمور الورقية؟ قصدك الإداري؟ إنه يعني بحيث إنه انه تخرج اللعيبه والمدرب من هاي هلكات القانون. اداري الفريق بيجيب ورقه اسماء اللاعبين اللي هو سجل اللاعبين او بيسوي كشف اللاعبين، بعطيها للحكم. هلكات انا باكد علاقه كره الطائره بين المدرب والحكم، بين المدرب والرئيس الفريق، ما في علاقه. هلكات ليش؟ قانون، قانون في النهايه، قانون. ليش الشبكه ارتفاعها 243؟ قانون. ليش شبكة البنات 224؟ ليش مش 223 مثلا؟ هل كيف ما بدناش ندخل في جدال القانون؟ لما القانون حط هذا نص، النص بدنا نلتزم فيه. ارتأت لجنة الاحتكام الدولية في الاتحاد الدولي ان هذه الامور هي الاسلم. بجوز انا كفريق ما عندي اداري فريق، لان احنا لاحظ ان في المشاركين اللي بينزلوا على الملعب فيش عندنا اداري. اذا لاحظت المشاركين في عندي مدرب ومساعدين اثنين وممرن وطبيب فريق، ما جبنا سيرة إداري، ما في إداري ينزل يقعد مع الفريق، الإداري ما بنزل تحت، الإداري إلى موقع فوق. فاللي بيتعامل مع هذه المواضيع هو مدرب الفريق
المسؤول عن هذا الموضوع. هذا القانون آخر. إذا أثناء المباراة رئيس الشوط هو رئيس الشوط في حال تواجده في الملعب، إذا طلع لازم نعين مكانه واحد ثاني. طلع أعطاه مكان هو رئيس الفريق وقال هاي لين كراكتر هي الرئيس الشوط، فبصير لين كراكتر خلاص هي اللي بتكون في دوره. لما طلع رئيس الفريق ما إلى دور في جوا، ممنوع يناقش، ممنوع يروح يحكي مع الحكم بالمرة. الآن من الشغلات المطلوبة منها أو الصلاحيات اللي أعطاها القانون لرئيس الفريق أو رئيس الشوط إذا كان رئيس الفريق خارج الملعب، يطلب إيضاح حول قرارات الحكم. يعني صار في خلل معين، أنت ما اقتنعت في قرار الحكم، بتروح الحكم وتقول له يا حكم أنا بدي توضح لي ليش حكمت بهذه الطريقة، بقول لك أنا شفت واحد اثنين ثلاثة. لأن إذا عجبك القانون، عجبك الخراف وأقنعك فيه، عجبك ما عجبكش ممكن تقول له يا كابتن أنا بدي أقوم بالاعتراض على القرار تبعك بعد المباراة، فبقول لك ممكن فيش مشكلة. حكم لازم يسمح لك تعترض بعد المباراة، في خانة داخل ورقة التسجيل، هذه الخانة من اللي هي خانة الملاحظات، بروح رئيس الفريق بعد المباراة بيسجل ملاحظاته على الموضوع. مثلا في لاعب صار خطأ دوران والحكم ما خصم نقاط على الفريق الخصم، ليش ما خصمتش؟ كل أنا ما بدي أخصم لأني ما مثلا بديش أخصم لأن مش محوجة نقطة تشله. لكن هذه الأمور المفروض أنك أنت كرئيس فريق يكون عندك إلمام في القانون وتروح تنبه الحكم أن أنا راح أكون بتعديل بكتابة اعتراض على اللي بصير في المباراة، مش نستنى. إذا ما كتبت هذا الاعتراض دير بالك، إذا ما خبرت الحكم وما كتبت بعد المباراة لا يحق لك الاعتراض على المباراة. إذا قانون كرة الطائرة مختلف، الاعتراض بيكون بعد المباراة مباشرة. إذا لم يتم كتابة الاعتراض بعد نهاية المباراة على ورقة التسجيل لا يحق للفريق الاعتراض. ومين اللي بوقع الاعتراض ومين اللي بكتب الاعتراض؟ هو رئيس الفريق، هو رئيس الفريق. أيضا من المهام اللي ممكن يكون فيها رئيس الفريق تغيير الأدوات. يعني أنا مثلا شفت بلوزة مزعت، يا كابتن أنا بدي أغير هذه البلوزة، لكن عارفين القانون إن التيشيرت اللي بتغير لازم نأخذ واحد مشابه له بالضبط. يعني ما بصير أنا لابس أسود أروح لابس أحمر، أو لابس رقم 7 أروح لابس رقم 8. التغيير بيكون ضمن الأدوات. التحقق من مراكز لاعبين كيف يعني؟ يعني أنت إحنا خدنا المرة اللي فاتت في الملعب كنا في عنا مراكز للاعبين وكنا في ترتيب دورات، إن إذا كان في عنا محمد إلى الإرسال أو إبراهيم إلى الإرسال وراح محمد يرسل مطرحة. أنا شكيت كرئيس فريق إنه في خطأ، في خطأ في ترتيب الدورات، فأنا بروح للحكم بقول يا حكم أنا أشك، ممكن أتأكد إن الفريق الخصم واقف في مكانه. طبعا ممنوع الحكم يقول لي إن فلان في مركز كذا، فلان مركز كذا، فلان مركز كذا، فلان مركز كذا، ما بقول لي، لكن بروح لورقة التسجيل بتأكد إذا هم واقفين صح، برجع بقول لك يا كابتن فيش مشكلة. إذا مسموح لك رئيس فريق إني أتأكد من إن مراكز اللاعبين، أشوف ليش نقول كابتن فريق هذا جزء من الإعداد النظري للاعب، لازم يكون فاهم القانون منيح، لأنك أنت بدك تتعامل مع جوانب قانونية مع الحكام، لأن أي اجتياز للقانون بطريقة خطأ عليه عقوبات، وراح تخسر فريقك الكرت الأحمر بخسر الفريق نقطة، يعني بعطي الفريق خسر نقطة وبخسرنا التداول. فأنت إذا صرت تتعامل بطريقة عشوائية كرئيس فريق، ما أنك إنك بتفتش رئيس الفريق هو اللي بيعترض، فيش اعتراض على القانون، في إيش اسمه إيضاح على القانون. كابتن الفريق لا يعترض على قرارات الحكم بينما يطلب إيضاح على قرارات الحكم، وإذا تم وإذا ما اقتنعش في هذا القانون بقول له أنا بعد المباراة راح أقوم بعملية اللي هي الاعتراض، كتابة اعتراض على القرار، لكن هذا جميعا بيكون ضمن القانون. بعد أرضية الملعب الشبك شفتها نزلت، يا حكم أنا شايف الشبك مش قانونية مسموح لك، الإضاءة يا حكم مش قانون مش 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 واضحة بالشكل الصحيح. يعني إحنا كنا الإضاءة لازم تكون 1500 واط على ارتفاع متر من سطح الملعب، شفت الإضاءة صارت هالإضاءة مش مثل قبل، خفت الإضاءة، راحت كشفات، قلت الإضاءة عن قبل، فلازم إنك أنت من حقك إنك تروح تخبر الحكم إن تأكد إن الإضاءة ما زالت كما هي، أو الشبك أو الأرضية مثلاً نزل واحد ضايف على الملعب والأرضية مبلت، فمطلب من الحكم الأرضية غير صالحة للعب. إذا غاب المدرب
مدرب انطرد مثلا او الوعكه صحيه طلع من الملعب، اللي بيكون مكانه هو رئيس الفريق بصير يكون بعمليه التبديلات. الان خلصنا قبل المباراه واثناء المباراه، طيب بعد المباراه شو دوره؟ دوره انه بروح بشكر الحكام، بسلم عليهم شكرا للحكام على هذه الناحيه الاخلاقيه، لان الرياضه تربويه في النهايه. الرئيس الشوط بده يروح يشكر الحكام بغض النظر فايز ولا خاسر، فدوره انه يروح يشكر الحكام ويوقع على استماره التسجيل. شو يعني ليش بوقع استماره التسجيل؟ لانه بعد ما يخلص التسجيل اذا انت وقعت معناها انت وقعت على نتيجه المباراه، بمعنى انك انت اقريت في النتيجه الحقيقيه. اذا كان عندك اعتراف في هذه الحاله بتكون بكتابته، لكن شرط انك تكون محكي لرئيس الفريق. اذا ما اشعر الحكم على طول ما بسمح له يسجل على ورقه التسجيل. اذا هذا بالنسبه لرئيس الفريق، المهام اللي بيكون فيها اثناء المباراه وبعد المباراه وقبل المباراه. رئيس الفريق شخصيه لازم تختارها كمدرب بعنايه، لاعب فاهم القانون، لاعب مش عصبي، لاعب بيكون عنده قدره انه يتعامل مع المدربين، لاعب يكون له قدره انه يتعامل مع موضوع التحكيم، يعرف في القانون بأي طريقة، يعني إنه يكون فاهم للمواضيع اللي بتصير معنا. طيب في واحد دخل معنا هالجالكسي، مين هو؟ أنا يا دكتور. يعني ما فيش مشكلة، بدناش حدا غريب يكون بينا. أنو أنت؟ أنا محمد صويتي. طيب ماشي. طيب في عنا هذا بالنسبة لرئيس الفريق خلصناه، بنروح على مدرب الفريق. أنا كرة الطائرة اللعبة فيها قانون بحكمها، هذا القانون لازم جميع طبقة من مدرب وجميع أطراف اللعبة المختلفة. المدرب شو دوره؟ المدرب إلى دور قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة. هل إلى دور بعد المباراة؟ هل كيف نشوف؟ المدرب علاقته فقط مع الحكم الثاني، في حكم كنا أول بيكون موجود على الكرسي، وفي أن حكم ثاني موجود على الأرض، هو بيكون من الطرف. طبعا المدرب لازم يكون والفريق البدلاء لازم يكون من جهة طاولة التسجيل ومن جهة الحكم الثاني، من جهة الحكم الثاني. فهنا وجه الفريق من خارج الملعب، يعني أنا مسموح لي أن أحكي مع اللاعبين، مسموح لي أن أصيح، مسموح لي أن أقول أقدم، دافع، هاجم، أرسل بلوك، مش عارف إيش، ماليش في الفريق الخصم. أنا ما إلي في الفريق الخصم، أنا إلي في الهواء. إذا أنت كمدرب بتصير تتدخل في تحركات الخصم تنظر على هذا الشيء. أنا إلي في مجموعتي الموجودة عندي إن أكون بتشجيعها وأكون بعملها، وأنا واقف وقريب من الملعب، قريب من الملعب، لكن ما تعيق حركة الحكام. ارتباطه مع مين؟ ممنوع يحكي مع الحكم الأول، الحكم اللي واقف على الكرسي ممنوع يحكي معه. أنا بحكي مع الحكم الثاني، شو بحكي معه؟ بطلب التبديل، بطلب التايم أوت، بطلب الشغلات اللي المهمة اللي بقدر أطلبها من الحكم اللي سمح لي فيها القانون. هذا الشيء أثناء المباراة. قبل المباراة مسموح له يا بيسجل اللاعبين ورقة التسجيل، يا بتأكد من تسجيلهم، يعني بوقع ورقة التسجيل، مش كنا ورقة التسجيل بحط عليها أسماء اللاعبين. أكيد مسموح لي في القانون إني أنا يا بسجل أسماء اللاعبين في إيدي، لأن أنا كحكم بتعامل مع أرقام ما بتعامل مع أسماء، أو بقوم بعملية التوقيع على أوراق التسجيل بحيث إني بتأكد من أسماء اللاعبين. عشان كنا اللي بتحمل مسؤولية أسماء اللاعبين هو المدرب ورئيس الفريق، لأن الاثنين بوقعوا في خانة في ورقة التسجيل بقوم بالتوقيع عليها كلا الحكم، كلا المدرب والشو بسموه هذا اللي هو المدرب ورئيس الفريق. طيب أثناء المباراة، أثناء المباراة شغالة في الأدوار برضه المدرب، القانون حدد لها، أعطاه صلاحيات، أعطاه مساحة يقدر يشتغل فيها. أول شغلة بيسلم الحكم الثاني أو مسجل ترتيب الدورة، أنا حكينا في أنا ورقة 5 أوراق تعطى للمدرب قبل المباراة، كل ورقة تسلم في بداية الشوط. يعني الحكم طلب مني بعد الكرة قال لي بدي ترتيب الدورة، يا حكم يا مدرب بدي أعطيها. بين الأشواط في عندي راحة 3 دقائق، بين كل شوط وشوط لازم خلال 3 دقائق أسلم ورقة ترتيب الدورة. إذا أنا ورقة ترتيب الدورة ما كانت جاهزة خلال 3 دقائق هذا عليها عقوبة. ف
فالمدرب لازم على طول يجهز ورقة ترتيب الدورات، لأن المباراة الناس مش جاية تتفرج على سكاد المكان، الناس جاية تتفرج على مباراة شغالة. فمن أدوار المدرب إنه يسلم الحكم الثاني أو المسجل يسلمهم ورقة ترتيب الدورة. وشو ورقة ترتيب الدورة؟ هي ورقة مكونة من 4 خانات، من 6 خانات، بنحط فيها أرقام اللاعبين حسب المراكز. يعني بنكون رقم عطاونا رقم 7 بنحطه في مركز 1، على رقم 9 بنحطه في مركز 2، سواء رقم 10 بنحطه في رقم 3، بسام في رقم 7 بنحطها في مركز 4، وهكذا لمركز 4 و5 و6. هذه بداية كل شوط في عندي ترتيب دوران جديد. انت بدك تحافظ على ترتيب الدوران نفسه، انت حر، بس بدك تعطيني ورقة ترتيب دوران، بدك تعطيني ورقة ترتيب دوران. الآن المدرب ممكن يكون واقف وممكن يكون جالس. سابقا في القانون السابق كان يمنع الحال المدرب انه يوقف، بس بحطوا له كرسي جنب جرس لها وبضل قاعد ويوجه اللاعبين هو قاعد. لكن يعني صارت الشغلة ضاغطة، كل ما يجد نقطة المدرب وقف، صار فيه كروت على المدربين يطردوا المدربين. طب ليش احنا مكعدين المدرب؟ طب مش في مجال نوقفه؟ فسمح القانون لا المدرب انه يوقف على بالكرة من الفريق ووجههم اثناء الواقفين، ويظل يتنقل ما بين وين الخط اللي احتناه خط التبديل المتقطع، لا عند منطقة الإحماء مسموح له يتنقل في هذه المنطقة ويمشي، ممنوع أنه يتعدى هذه المنطقة ويدخل في منطقة التبديل، وينظر على هذه الأمور إذا كان طبعا قام بهذه العملية. أي دخول الملعب طبعا مشكلة عليها، بس بوش له واحد. المدرب في أثناء المباراة بيطلب الأوقات المستقطعة. إحنا بنعرف في كرة الطائرة في أنه وقتين مستقطعين، في أنه وقت مستقطع فني وفي أنه وقت مستقطع المدرب بطلبه. إحنا مطلوب منا كمدربين إنه مسموح أنه يطلب 2 تايم أوت. أنا بطلب إنه أنت بدي وين تبدي. يعني أنا شعرت الفريق تبعي بيتقدم أو قاعد بخسر في نقاط وطلب التايم أوت، بطلب تايم أوت من الحكم مسموح لي 2 أو مسموح لي مطلبهنش. لأن في 2 تايم أوت فني، يعني لما يصل أول فريق من الفريقين للثمانية وللنقطة 16 بتم عملية اللي هو تايم أوت فني، بيطلع الفريقين برا بياخذوا تايم أوت. هذا بنسميه تكنيكال تايم أوت. هذا في البطولات الدولية يجب أن يكون، لكن في البطولات المحلية ممكن وممكن لا، ممكن وممكن. إذا اللي بيطلب الأوقات المستقطعة هو المدرب. ممكن يعطي إرشادات للاعبين هو ماشي من خط الهجوم حتى منطقة الإحماء خارج منطقة. هذا حدد لنا في النقطة الرابعة وين مدرب الفريق ممكن إنه يقعد أو إنه يتحرك في حسب القانون. الآن المدرب إذا لاحظوا ما إلى صلاحيات بعد المباراة. خلاص بعد المباراة ما إلى، لا بوقع ورقة تسجيل ولا بيسلم، أنا بدي يسلم الحكام من ذاته هو حر، بس ما بيلزم القانون في واحد. الآن مساعد مدرب ممنوع يوقف ويروح يجي، بظل جالس على مقاعد فريق وما بتدخل في المباراة، يعني ما إلى دخل في المباراة. عادة بيكون يعني هو معه سجلات يسجل عليها الأخطاء يساعد المدرب، لكن ما ممنوع يوقف ويكون يعني يكون بعملية محل المدرب، أو يوقف جنبه ويقعد يخرفوا مع بعض ويتناقش في المباراة. هذا ممنوع، بدك تخرف انت وياه برجع لك المدرب بكون عندك وبتخرف انت وياه. إذا انطرد المدرب، إذا صابت رعكة صحية، إذا غاب المدرب لأي ظرف من الظروف، مسموح لمساعد المدرب إنه يكون محل المدرب ويصير هو المدرب بعد ما يطلب، طبعا بعد ما يبلغ الحكم الأول رئيس الفريق. يعني لو بحدد إن مساعد المدرب يصير مدرب، رئيس الفريق مش هو بكل مهانة صرت مدرب، لا رئيس الفريق بيكون جزء اتفاق يكون في الفريق إن هذا مساعد المدرب ما بعرف يكون مباراة ما بده يظهر رئيس الفريق هو المدرب بكون مهام المدرب. إذا خلصنا موضوع رئيس الشوط وخلصنا موضوع المدرب ومساعد المدرب، الآن بنروح على موضوع شكل اللعب. كيف شكل اللعب بيصير في المباراة؟ كيف المباراة بتخسر نقاط؟ كيف بتفوز نقاط؟ شو اللي بيصير في جوا الملعب؟ كيف بنسجل نقطة؟ وين تسمح لنا نسجل نقطة؟ أول شغلة عند ارتطام الكرة والأرض، وين أنت بتصيب الكرة الأرض على طول في صافرة. صافرة يعني في نقطة للخصم، يعني إذا نزلت الكرة في ملعبنا ولمست الأرض على طول الكرة
للخصم. إذا لم نزلت الكرة في ملعب الخصم على طول تسجل الكرة لمين؟ لفريق الخصم. إذا ارتبطت الكرة في الملعب تعتبر إيش؟ تعتبر اللي هي نقطة على الخصم. النقطة الثانية إذا أخذ إنذار، أعطانا تفلسف في المباراة وأخذ إنذار. شو الإنذار في كرة الطائرة؟ كرت أحمر. الكرت الأحمر هو إنذار في كرة الطائرة، الكرت الأحمر هو الإنذار. فأعطانا ببرم كثير في الملعب، يا حكمة بيعترض على التحكيم، بهت الحكم يجي يعتذر، أخذ كرت أحمر. هذا الكرت الأحمر بعطي نقطة لفريق الخصم، يعني مجرد ما صار فيه كرت طلع الكرت يعني في نقطة. يعني وين أنت بتسجل نقطة؟ عند اختطام الكرة في الأرض وعند مجازات الفريق بإنذار. إذا الخصم ارتكب خطأ، يعني الفريق الخصم راح على التميم يرسل في خطأ مركز على الخصم، إحنا بنأخذ نقطة. إذا في خطأ، هاي ارتكب خطأ، لمس الشبكة الخصم، هاي خطأ، ضرب الكرة 4 مرات، هاي خطأ، لاعب ضرب الكرة 2، هاي خطأ، لاعب حمل الكرة، هاي خطأ. إذا صار في عندي خطأ وارتكب الخطأ قانوني فريق الخصم، أنا كفريق بأخذ نقطة مباشرة. شو الأخطاء اللي بتصير؟ ارتكب مخالفة للقواعد اللي حكينا عنهم، الشبك، دخول لملعب الخصم، حمل الكرة، تعدى 8 ثواني في الإرسال، لمس الأرض عند الإرسال، لاعب مهاجم خلفي هاجم الكرة من المنطقة الأمامية، لاعب حمل الكرة، لاعب لمس الكرة 2، يعني أخطاء كثيرة هذه بنسميها اللي هي أخطاء اللي بتخترق القواعد اللي موجودة عندنا في الملعب. النوع الثاني إذا ارتكب أخطاء على التوالي، يعني صار في عندنا أخطاء على التوالي. يعني شو الأخطاء على التوالي؟ يعني اجيت أنا هاجم من المنطقة الخلفية فضربت الكرة، أنت اللي كبالي سوار تعمل بلوك لمسة الشبك. مين الخطأ؟ أنا خطأين صار عندنا، في عندي خطأ أول وفي عندي خطأ ثاني. أنا اللي بيسبك الثاني، الخطأ اللي بيسبك هو اللي بحسبه، يعني ما بحسب الشبك. أنا بدي أحسب في هذه الحالة شو؟ بدي أحسب اللاعب اللي هاجم من المنطقة الخلفية. طيب خلينا نعطي مثال ثاني. محمود راح يرسل، راح هو يرسل، الإرسال تبعه ما وصل، إجا في جوا الشبك. لكن في نفس اللحظة كان في عندي اللاعب عطاونا قاعد خارج المركز، صار عنده خطأ مركز. إذا في عندي خطأ مركز، في عندي خطأ إرسال. أنا اللي بسبق الثاني، خطأ المركز ويحسب خطأ المركز. إذا صار عندي أخطاء على التوالي، يعني واحد ورا الثاني، فيحسب الخطأ الأول ولا يحسب الخطأ الثاني. ما بحسب أن خطأين مزدوج. إذا كان خطأ مزدوج يختلف، لكن إذا صار خطأ أول وخطأ ثاني، يعني أنا لمست الشبك وأنت ضربت الكرة عود، لمس الشبك يسبق الكرة عود. واحد راح يرسل وفي عندي خطأ مركز، خطأ المركز بسبق الخطأ الإرسال. الخطأ المزدوج تعاد الكرة. شو يعني خطأ مزدوج؟ صار خطأ في نفس الوقت، خطأ فريق هذا وفريق هذا، اثنين طلعنا لمسنا الشبك والحكم شافنا في نفس الوقت. في عندي خطأ مركز فريق المستقبل، خطأ مركز فريق المرسل، هاي خطأ مزدوج. خلينا يعني أخطاء مزدوجة، أي خطأ مزدوج يعني بصيروا اثنين في نفس الوقت يحسب الجيم اللي هي بهذه الإشارة تعاد التداول. إذا شكل اللعب، متى نسجل نقطة؟ إذا ارتطمت الكرة في الأرض، ارتكب الخصم خطأ، مجازات الخصم بإنذار، الأخطاء اللي بتصير ارتكاب مخالفة قواعد، إذا ارتكب أخطاء على التوالي يحسب الخطأ، الخطأ المزدوج تعاد الكرة. طيب نروح الموضوع اللي بعده، التداول والتداول المكتمل. شو يعني التداول؟ التداول خلينا نأخذ ببساطة، انسونا من نص القانون اللي تبعت لعب من لحظة الإرسال حتى تكون الكرة خارج الملعب. مجرد ما رحت على الإرسال وأنا ضربت الكرة، صار استقبال، صار إعداد، صار هجوم، صار دفاع، صار إعداد، صار هجوم، صار دفاع، هذا بنسميه تداول. ببلش بإيش؟ ببلش بإرسال. إذا التداول يبدأ بإرسال، التداول يبدأ بإرسال. أما التداول المكتمل لما يبلش اللعب بإرسال ونحصل على نقطة، لما يبلش نحصل اللعب بإرسال ويروح الكرة للخصم، والخصم استقبل الكرة
وعد الكرة وهاجم وردينا استقبلنا وهاجمنا، هنا صار في عندنا تداول مكتمل. يعني إيش صار في عنده نقطة؟ إذا التداول يبتدأ لحظة دكتور ممكن أقاطعك شوي بس أحبي. الحين أنا يوم ما أرسل وتطلع الطابة برا الملعب كله بنحسب نقطة علي؟ لا طبعا. طب ما هو مش موجود في الأخطاء. لا إحنا أعطينا أمثلة على الأخطاء، ما احتناش جميع الأخطاء، إحنا أعطينا أمثلة. لما احتينا عن الأخطاء القانونية كنا لمسة الكرة مرتين من نفس اللاعب، لمسة الفريق أربع لمسات، لمس الخط، لكن موجود. هكذا لما أروح على الإرسال، راح تلاقي إن في عنا في الإرسال أخطاء الإرسال، إن الكرة خرجت الملعب، خرج الملعب. لما تروح على الإرسال إحنا الساعة في بداية القانون، الساعة بنحكي في شغلات بسيطة في القانون، القانون بده شرح، بنخلصش يعني ست سبع محاضرات تنخلص بالموضوع. تمام دكتور. ماشي حبيبي. الآن إذا فاز الفريق المرسل بالتداول، يعني إحنا فريق مرسل، فريق مرسل وفزنا بالتداول، شو يعني التداول المكتمل؟ يعني أحرزنا نقطة، فإحنا بنأخذ نقطة بنستمر بالإرسال. يعني سوار بترسل أخذنا، هم هاجم علينا ردينا دفعنا وهاجمنا عليه وجبنا نقطة، جبنا تداول، فزنا بالتداول، بترد سوار بترسل، بمعنى إن اللاعب بظل يرسل لحتى نفقد التداول ويروح الإرسال للخصم، يصير تداول الكرة مع الخصم. إذا الفريق المستقبل بالتداول، يعني الفريق الثاني سوار أرسلت لفريق علاء، فريق علاء هاجم الكرة وخذ النقطة، هلكيت الإرسال ينقل لفريق الخصم وبيحرز نقطة. الإرسال ينقل لفريق الخصم وبيحرز نقطة، يعني بمعنى إن في كرة الطائرة كل نقطة رابحة، كل نقطة رابحة. يعني دائما 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 في كرة الطائرة فيش إشي اسمه إن خسرت نقطة وإن بدي أخذ الإرسال وبعدين أرسل. حسب القانون السابق، القانون الحالي كل ما نأخذ الإرسال بنفوز في نقطة، كل ما نأخذ الإرسال نقطة حتى لو ما كنا مرسلين من قبل. هذا بالنسبة للتداول، والتداول المكتمل والتداول اللي هو التداول المكتمل للكرة. الفوز بالشوط، كيف بنفوز بالشوط؟ كلنا الفريق اللي بيحصل على نقطة 25 أولا وبفارق نقطتين عن الخصم هو الفريق الفائز، ما عدا الشوط الفاصل. الشوط الفاصل الفريق اللي بيحصل على 15 نقطة أولا هو الفريق الذي يفوز في المباراة طبعا وبفارق نقطتين. إذن لما أفوز في الشوط، الفريق اللي بيفوز بالشوط هو الفريق الذي يحصل على النقطة 25 أولا وفي الفاصل على النقطة 15 أولا. في حال التداول 24-24، تعادل 24-24، يستمر اللعب فارق نقطتين، يرد خليه يلعب، تيصير الفارق نقطتين، تيصير الفارق مثلا 25-25 26-27 27-28 حتى يصير فارق نقطتين تنهي الشوط. أنو الفريق اللي بفوز في المباراة؟ الفريق اللي بفوز في ثلاث أشواط أولا، المباراة مكونة من خمسة أشواط، فالفريق اللي بفوز في خمس أشواط أولا هو الفريق الذي ثلاث أشواط أولا آسف هو الفريق الذي، يعني بمعنى أنه ممكن تنتهي المباراة 3-0، ممكن تنتهي 3-1، ممكن تنتهي 3-2، 3-0، 3-1، 3-2. في حال التعادل شوطين بشوطين بنلجأ للشوط الفاصل اللي بنسميه الشوط الخامس أو الشوط الحاسم، وهذا الشوط بيكون من 15 نقطة. هذا بالنسبة للنقاط القانونية اللي حكينا عليها. إذا في حدا عنده استفسار عن النقاط اللي حكينا فيها خلينا نتناقش فيها ونستفيد من بعضها. في حدا عنده شيء يا جماعة؟ طيب شو الواحد يكتب اسمه؟ في حدا من شعبة يوم الأحد، يوم الخميس؟ في حدا موجود من شعبة الخميس؟ أنا دكتور. بس أنت؟ اكتب أسميك مع التشات، خلص اكتب الجميع. دكتور بدي أسألك. تفضل. الامتحان راح يكون الفاينل من أول المادة الأولى اللي قدمنا فيها الامتحان لآخر إشي ولا؟ نظرية، جميع المادة النظرية صح. جميع المادة. جميع. هي مادة بسيطة يعني مش كلمات يعني. ولا لا يا أوديلي، وين أوديلي؟ معنا أوديلي ولا ما جتش اليوم؟ هاني دكتور ظبط لنا العلامات بعينك الله. ايش حبيبي؟ ظبطنا بالعلامات والله، العلامات من الاخر.
لا يا عمي انا بظبطش، بس انت في البدايه لازم تظبط حالك عشان الاخر، يعني في النهايه تصير طالب راح ياخذ حقه، اللي جاي يتسلى مش مثل واحد مهتم، يعني لازم اللي بده يهتم ياخذ على افضل. هيني درست وجبت ورسبت فيه، معني دارسه. ممكن مش بالضروره الامتحان على فكره انه يكون يعطينا العلامات الحقيقيه، لان في النهايه هذا امتحان، يعني بجوز انت ركزت على شيء انا شفته مش مهم، انت شفته مهم فعادي. بس مهم جدا. كذا جبت يا اوديليا؟ 4 ولا 5؟ لا 7 يا دكتور. طبعا ممتاز، يعني انت من الطالبات المتفوقات. بعد خبر دكتور، على فكرة أغلبنا جايبين 7. شيء؟ أغلبنا جايبين 7. أنا كله. دكتور جميل، شو